يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا الاثنين طقسا ربيعيا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. بينما يسود طقس مائل للبرودة في فترات الليل والصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات وعدد من العواصم العربية والعالمية.